اهلا يا جماعه، اخباركم عاملين ايه؟ انا اترددت كتير مره واتنين ومليون قبل ما اعمل الفيديو ده، لان الفيديو ده تقريبا من ساعه ما بدات القناه حتى الان. انت لو ما بتحبش الفضايح فخد نفسك واخرج بره. فانت لو عايز تشوف فضايح العبد لله، يعني انت لسه قاعد معايا؟ انت عايز تشوف فضايح العبد لله؟ تعالى يا عم اتفرج. اعمل لايك ماشي، وكومنت ماشي، وسبسكرايب ماشي، وشغل يا عم. خلصنا بقى، سيب ايدي ولا مش انا النعمه. انت حلك خرسانه العربجات الطاوله ده هتنزل فوق دب 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 لحد ما تفضل يتقزح شبه الكلب الرومي. يا عمي ادي زمن الخنازير الجميل خلاص انتهى. والله يا ابني بقت خنزره ناشفه. سيبه، خدها بيت، خدها. انت عم تظبط نفسك، في حاجه بتزغزغك؟ ابوك وابويا اللي جابه عندك يا عم، وربنا من اللي بعمل الصوت. امال مين؟ شكلهم الاثنين دول مع بعض. طيبه. علي النعمه، انت متوحد هلا؟ انا برضو، انا اللي بمشي في الشارع اقعد ابص للسما واضحك حصى. والله يا ابني ما ماشي في الشارع بفكر في مشاريع. المشاريع بتزغزغ وانت ماشي ولا ايه يعني؟ تتريق بكره الشو. انا حاجة قادر اكمل. والله ما قادر اكمل يا جماعه. انا كنت كده انا بالراحه بقى كده. انا مش هرد عليها، انا هرد على امك لما اشوفها. بالراحه. انا هقول ايه؟ ولا تعالي نزل تحت. نزل تحتك ايه ده بقى يا عم؟ شكلها هيموت اهو. كنت بسكت جامد. مش معنى هو نزل قبلي بقى. اخلع بقى حته بعيده هنا اهو. اجري يا ابن المره انت كمان. حد يكلمك يا ابني. تعالى مين ده؟ تعالى وربنا هبول لك. تعالى هبول لك. تعالى وربنا ما هتاخدها غير في المصلحه. لف هوطلك مخصوص. تعالى. ايه ده؟ انا فاكر الفيديو ده، ده الفيديو ده وانا في الجيش تقريبا صح؟ يا جماعه بس احنا الوقت اهوت، في حاجه لازم اوثقها الوقت اهوت في السير بتاعي ده. بص، السير ده ترمي على كده ما يعملش صوت، ترمي على كده اسمع الصوت. بص بتاعه كده يعني، حتى لا تزيق ولا مش تزيق. اسمع تاني اهو. السير اللي بيعمل كده دي تحيه من السير بتاعي ليكم. ده السير. والله يا اسطى الصوت السرير غريب. انا فاكر اليوم ده مفيش صوت، انما كده استنى يا ولد يا حبيبي يا اسطى. اسمع تحيه للتفاهه. بص فعلا انت منى الكيتم خلص، انا بكلمها. اسكت اجا تقول ايه؟ امال لو كبير شويه هيعمل فينا ايه؟ يا عم اقفل يا عم بقك، يا عم اقفل بقك. الكلب ده انا عارفه. الكلب ده كنت انا المفروض من الشارع يعني بربيه تحت البيت وكده، ف وقع عليه طوبه من الدور الخامس او الرابع فمات. السلام عليكم يا جدعان. قبل ما نبدا الفيديو بتاع النهارده عايزين نوصل الفيديو ده 30,000 لايك يا جدعان، واللي بيعمل ديسلايك ده عنده حاله توحد على فكره. تمام؟ هو اللي كان اتضرب ده. ايوه بقول لكم يا جدعان، ازاي اقدر اسمع الطياره؟ ما عنديش خلفيه. احنا نزلت كل ده وما عندكيش خلفيه. مدام سونيا لكل حاجه في الدنيا. بنتي دي تقريبا ماتت ولا فين؟ شكرا يا محطيم. محطيم انا اسف والله ما كانش قصدي. مين اللي دايس في الطياره يا ولاد الجاي؟ كلم زكريا. عايز فاه بتقول لك مين اللي بالطياره؟ بفلوس يا عم، اصبح ومس وبفس. بكام انا اشتريه؟ ببلاش يا عم، كل بصل وفوق. ايوه انا عامل ايه؟ كل بصل وفوق. بص طيبه. لا استنى، اي قزر متوحد. انت غيرت اسمك يا لفتة؟ بس مش لفتة امك يا سنتي. ايوه يا عم بتشحن وبتغير اسمك. الا بالحال انت اسمك ايه؟ تي كي ان زكريا. تيكن يعني ايه؟ تيكن زكريا ده تالا. زكريا المتاخن. زكريا المتاخي. بقول لكم يا شويه نبيات، انتوا حاجه مش عايز خوره هنا. لا اسمع، بص انا هشربها. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ انا مش عايز خوره هنا. خوره؟ حاجه بتزغزغك ده انت مذيب بيخسر. استنى سيبك من اي حاجه، شوف انت شكل الحوايات زمان كانت عامله ازاي. خلاص نزل وريني بقى الحوايه. تلاقي ديوب. ديوب؟ ديوب بقى واحنا لسه نازلين الجاي. وفليه يا جنب. وفليه اي؟ في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي بيزعزع؟ هو في ايه؟ بتحكي على ايه؟ انت بتعمل قلة يا عم. ربنا من المستوى لقيت جنبها وانا بعيدها اهو. امال مين اللي بيزعزعك؟ سيبها سيبها، هي اكله زغزاغ. انا نازل
قصدي والله بضحك على الامر اللي كان جه شوية ده كان جه شوية انت بنت متوحده هشخيكوا كلكم هشخيكوا ولا زكريا انا هشخيكوا دي تقريبا كده علانه لا مش ناقص الحياه مش ناقصه خرا خبري معاكم لا خليكي جنب الضيوب يا اختي ماشي انا هشخيكوا اه بس يا متوحد لا مالك يا استرجل كده انا فيها الموجود عندي فيديو من زمان اصلا مكتوب عليه اوعى تفتح ده انا قصدي ان افتح الفيديو مش هعمل كده هو الفيديو ده يعني بس انا منزلتوش بس اكيد في مصيبه اكيد في مصيبه يعني ايه الان سنجري عمليه طبيه في غايه الاهميه استنى كده قبل اي حاجه انا ببقى قاعد في حديد قديم للبيع اول ده رقم واحد في الومنيا قديمه للبيع ده رقم اتنين قبل ما ابقى قاعد اصور الفيديو او انا عم الاقي فكره فيديو بلاقي نفسي كده قاعد اقعد فاهم انت اقعد هندس في اي حاجه هتلاقيني اقعد العب في المايك اشرب شويه ميه ابص للسقف واضحك فده من ضمن الحاجات اللي انا بعملها قبل الفيديو مش عايز اوريها لكم يلا عم يلا يلا ايه ده؟ ايه ده يا ميدو؟ ابو الفراغ اللي الواحد قاعد فيه يلا حرام عليك يلا اغير لك غير له يلا انت بتعمل ايه؟ نبضه نبضه ورا هو كان ايه اسمع اربعة تربع وحط في الربع الشمال يا ابني اليمين اليمين فوق حلو قوي ده سبب طب الموضوع الوقت هيبقى في غايه الاهميه مجدي يعقوب الوقت لو شوف الفيديو هيسيب لي الموضوع الوقت هيبقى كبير ايه ده ايه يا لهوي ايوه كيس كمان انا جبت الحاجات دي منين والله بجد يلا يا ميدو يلا يا ميدو يلا الكلام ده قريب كده اهو فاهم وبقى بيطلع دخان كده هو كده ايه التخدير لسه موجود انه ماسكين المبرد ايوه شايف كده عايز المبرده معايا علاقة المبرد بالكشاف استنى يلا بقولك انا عايز ممرضه بسم الله عليه التطهير ايه حلو تعال ميدو اقعد ميدو عشان نشطفك بقى ايوه زي ما انت خليك ايوه بالشفاء ميدو بالشفاء شغل يا باشا تعال ميدو شوف بقى تنضيف ازاي القطه بسرعه المفروض بقى ان في مراده بقى تقول لي جايه لك دلوقتي انت بتحشى ايه يا عم انت ايوه انت بتدخل انت بتعمل ايه يا عم انت والله حلوه يا ميدو ده شوف مروق عليك ازاي مروق ايه يا عم يلا اللي بعده البودره ديت انا قلت لكم بلاش اوريكم حاجه بالله لو حد شاف الفيديو ده ايوه انا رحت في بيشوفوه بيشوفوه بودرة ايه؟ دي بودرة التسلخات المفروض يعني اللي هو بتاعت الاطفال البودرة بتاعت ايه؟ مش الله صح تعال اللي بعده كان ايه؟ ايوه عادش يا ميدو تعيطش نقيس عمق ايه التغييرة؟ عمق التغييرة؟ 4 سنتي حلو ولا 4 سنتي جينا المرحلة الأصعب أنا عايز ممرضة معايا عشان الحوار ده هيبقى ايه؟ صعب أنا تعبان أنت لسه هتتكلم تاني؟ زي ما أنت يا والله يا ميدو صعبان عليا يا جدعان سهل يا ميدو سهل يا ميدو سهل ابنك اهو ابنك اهو معاك اهو جنبك اهو ايوه يلا العبوا مع بعض نيجي بقى المرحله الاخيره بكر مناديل التواليت فاهم هم عاملين ايه الشكل ده كده ماليش دعوه ايوه انا مش انا شلت خالص أيوة. ده مش انا يا ميدو انا مش انا حلو حلو ده بقى ايه بتشم ايه بتشم ايه امسك البتاع امسك يا ميدو البتاع الورقه يا ميدو ماشي ايوه يا ميدو استنى ايوه يا سلام عليك يا ميدو انت تسمع الكلام كده اوعى اوعى حلو 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 شاطر يا ميدو شطار يا سلام يا ميدو عليك وانت شيك كده يا لهوي على الشياكة يا جدعان باين اهو ما شاء الله بدف عليك اقسم بالواد ده اتبادل معايا الصوت عشان ايه؟ الواد حقوق الاطفال حقوق الالعاب ايه؟ بينور له ايه؟ ايوه جايبين دي كده بركب له كمان شعر ورا الواد راح فين؟ يا رب الواد اختفى من ساعة اللي ورا الفيديو ده يا سلام يا سلام يا ميدو تعالى يا كبير تعالى يا كبير انا كنت بقى روش اقسم بالله روش روش يا سلام طعم والله طعم شوف بقى الطعم يا ميدو اهو على المانجاها يا جدعان ما تلاقيش حد يعمل لي كده وانا صغير ما تلاقيش حد حلو بس كده والى هنا جميلة الامد بس يلا انتوا اللي غلطانين يعني انا لو انتوا بتكتبوا لي افكار تحت في الفيديوهات او تحت في التعليقات انا مش هختار اعمل الحاجات ديت انا ما ينفعش اسيب لوحدي بجد انا ما ينفعش اسيب لوحدي يعني
المهم كنت عملت بتاع 20 فيديو على اليوتيوب و10 فيديوهات على الفيسبوك. لقيت حد من جامعه المنصوره بيكلمني بيقول لي يا ابو حموده، حموده معايا؟ قلت له ايوه. قال لي احنا عايزينك في ايفنت ومش عارف ايه يتعمل جامعه المنصوره يوم كذا كذا كذا، ايفنت يا جماعه. انا قلت اروح الاقي واحد او اتنين 10 ونقعد نهزر مع بعض وكده. رحت التلاته المهم يعني الحوار عدى في الاخر الحمد لله. قمت انا كنت مجهز كام فيديو كده معايا، وقبل مثلا قبل ما ابدا الفيديو لما تروح الامتحان مش عارف ايه، قوم مشغل الفيديو مش عارف اتكلم اقول ايه محروق. فالمهم اليوم عدى على خير، قمت مروح بقى. المهم كل ده انا محمل عندي على الموبايل لعبه اسمها جتا، انا بقعد العبها في وقت فراغي مش عارف ايه. قمت قال ايه ما بدل ما تلعب ببجي وتسجل عليه ما تلعب لعبه جتا وسجل عليها بصوتك وشوف هيحصل ايه. انت نفسك سجلت فيديو وقمت عامل ايه، عامل عليه مونتاج الكلب يا بيرو عيني ليني يا بنتي الكلب يا نحسه يا جاموسه. انت مش بتعرف سؤالة، تعالى صوتك عليا، تعالى صوتك. انا ناسي. طب يلا كده شفت لو عملت انت عملت تهز وتتمرقع على المكنه، ما تهزيش ضهرك في ضهرك. ماما عيني ليني 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 ليني، انا عايز لفه بالمكنه. اجيب لك لفه بالمكنه، اصبر بس. ده يا ميدو احترم نفسك. يلا ده صوت طلع من هنا، يلا من هنا لا ما تنحش. يلا لا قلت لي يلا يا مودي مش هزم شكل يا مودي. اجري يا عبدو عينينيني بيبص لي. بص كده لا روح بيبص لي. بص كده لا شكلها حلو مجنون. خد يا احمد بلاش مشاكل يا احمد. مش من جنبها لا لا مش من جنبها لا في عيدي لك. يلا قلب البحر مالح، قلبي فيك سايح، ده قلبي مات امبارح. ده لا تعالى يا ابن الكلب بتعكس وانا واقف. مش شايفني واقف ولا ايه؟ مجنون مجنون. كله لاجل عيونك يا بيت حبيبي. يلا اصبعي على المكان. وشالة. يلا المهم انا اصلا قبل ما انزله عمال اقول ايه السمكه دي امسح 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 الفيديو. قمت قايل ايه والله انا كده هنزله انا كده ولا كده ما بعمل فيديو في الاسبوع ومش فارقه يعني انزله وخلاص. نمت وصحيت التالت الفيديو جاب ربع مليون وثلاث ناس اخدته عنده على البروفايلات ومش عارف ايه. نمت صحيت تاني تلات فيديو جاب مليون. من هنا بقى بدات اللي هو ايه اتعرف في اليوتيوب وكده بدات الكره بتاعت فريدي. ده صرصار يا ابو شخه وما بهزر معاك بتزعل مين؟ حد كلمك؟ انا بكلم اول الطياره اهو انا فاكر امك صاحبتها يا ابو شخه. ما انتوا نسون شبه بعض. يلا بس ننزل. ايه رايك في الدخان؟ انت بتعمل انت بتعطر الجو كده يعني. بعمل شبوره قديه الناس كلها عمال يجي لها البدله الفرعونيه وانا حتى ما فيش بدله كله انت فرعوني معايا بدله موميا. تعالى الكلاب حزق يا ابني فتح يجي في 500 صندوق حتى ما طلعليش كيس كلبه. معلش يا المود كان جامد. دول شويه عيال متنيه. المود جامد شويه عيال متنيه. اوعى كده. لا ده ده فيا يا ابني مالك؟ انا متني. طب ما انا عارف يا عم في اللعبه اللاعب اخد وضع مايكل جاكسون. ما انا شايفك راجل مش هيعمل كده. يا جماعه حد يجي يقتلني. انا مش عارف العب. هخلص الفيديو وجاي لك. طب انجز بقى. انا شبه سخلول المكس وانا ماشي كده. طب يا عم جاي لك اهو. انا شايف دوشه جايه من الناحيه دي. طب ايه ثواني كده زو 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 سيب لهم فرح حرامي. يا عم تعال حقني. قلت لك في دي مصلحه خلصها واجي لك. خليك مع التعابين والسلعوه. الحقني يا ابني. شيء من بعيد قرصني. جاي لك اهو جاي لك جاي لك جاي لك. ما تعدل بقى يا عم انت بقى. ما تقننش بقى وسيب الام فوق. من النهارده هعيش حياتي زي الدبلة ليا صاحب ولا حبيب. خش يلا 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 يلا, يلا. تعدل بقى تعدل بقى تعدل بقى. قشطه اتعدل اتعدل. طب تعالى انت ابو شخه قدام جاي لك ايه مكانك ده؟ طلع عيل خطر. هو يا ابني من اسمه بيقول ان هو عيل خطر. تعال فين 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 وفين بره. ثواني ثواني ثواني. زو 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 زو. والله ادور فيكم الضرب يا شويه بني ادمين. ولا بتكلمش ولا بتكلم. مين مقف في حاره التراب ناو؟ طب يلا لوت عشان نطلع للسلعوه الميته. لا دي شكلها بتتحاسب. هم الاموات بيحسوا ببعض. بابجي عملت غيره مش هتعمل زي لا هيجي قبله ولا هيجي بعده بامان الا لو نزلت التحديث تاني. ثواني ثواني ثواني. ايوه واحد عاش عاش التاني اهوت اللي قدام ما يعديش. يلا جهز نفسك. لا 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 لا. طب والله ما انتوا معديين كده بالسهل ولا العيال ما تعديش خالص. يلا يلا معايا في ضهري معايا في ضهري بسرعه 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 بسرعه. ثواني 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 ارد على بابا. والله اجيبكم والله اجيبكم والله ما انتوا معديين. يلا 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 ولا معايا بسرعه 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 بسرعه. مفيش وقت مفيش وقت لاي حاجه. طب ايه في الوقت؟ يلا يلا والان اضحي بيه. ولا ولا ده واحد اهو الثانيه الثانيه دي. يلا نط عليهم يلا نط عليهم يلا بسرعه بسرعه بسرعه. انت بتقول ايه؟ خش بسرعه روح. نط انت الاول. نط اجيب الثالثه اجيب الثالثه اجيب الثالثه اجيب الثالثه. لا لا ما جاش ما جاش. نط يا غبي. حاله اللحظه التي ينتظرها كل واحد. سرابي هيا بنا الى القتال ايها الرجال.
فرحة امك بيه. دادي حموده مظلم الجو. بس بقى ما عادش ينفع نكمل اكتر من كده. انا حاسس ان الفيديو هيبقى وقته طويل قوي مش عارف ليه. طب اقول لكم حاجه يا جماعه، انا هقول لكم انا هجرب الفيديو ده، يعني انا مش عارف الفيديو ده هو الفيديو، انا مش عارف اذا كان هيعجبكم او مش هيعجبكم. بس لو الفيديو عجبك انا عارف ان النهايه ان انا المفروض اطول على الفيديو عن كده، بس هو الفيديو هيطلع طويل قوي فانا مش عارف الم كل ده في فيديو واحد. فالفيديو لو عجبك مش تعمل لايك للفيديو، انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب للقناه عشان نوصل خلاص 2 مليون مشترك اخ واخت، 2 مليون عيله واحده. بس كده يا جماعه في نهايه الفيديو اقول لكم صلوا على النبي، لو انتوا عايزين جزء تاني الاسبوع الجاي قلت لك اهو، كل اللي عليك تنزل تقول لي في التعليقات دلوقتي. بس كده يا جماعه السلام عليكم.